مرحبا بكم، معكم ملاح طريق. اليوم غنديروا واحد 30 دقيقه ديال الحركات الرياضيه، ما نديروش كامل ولكن غنوريكم كيفاش ديروا 30 دقيقه في مده الحجر الصحي. فهاد الحجر الصحي اللي كيتناسب مع رمضان اللي جا مع الشهر الفضيل، ممكن نديروا 30 دقيقه ديال الرياضه. باش غنبداوها من الفوق حتى للتحت. اول حاجه هي غنحلوا دوك الفقرات اللي عندنا في عنقنا، لان كاع النهار شدي البورطابلات كاع النهار حنا حنينين، السيرفيكال ديالنا كيتألم. غنحلو لي نوف 20 20، من بعد هنا هنا هنا، من بعد الكتاف ديالي نحلهم، وهادشي كامل وانا كنتنفس قدام ورا قدام ورا هنا بحال هكا. ونحل انا هابط من الفوق لتحت، كندور بحال هكدا، كندير 20 مرة بحال هكدا، من بعد كنتهز بحال هكا سوينغ، كندور كامل. انا غادي كنسخن مزيان، الفوق ديالي كيتحل كامل، من بعد كندير بحال هكا، كندور لي رونش ديالي، ندوسهم 20 مرة في اتجاه، 20 مرة في اتجاه الآخر، قدام وراء، وكنتنفس ومايبطو، مكنساش التنفس. من بعد هنا هنا لي زوبليك ديالي، الجناب ديالي، من بعد راه نزيد بحال هكدا، وكنزيد كنهبط عند الركابي ديالي، كنحركهم شوية، كنسخنهم. حتى كيسخنو كنحيد منهم العيا وكيسخنو، كنبقى التسيير ديالي. من بعد كنمشي نجبد بحال هكدا، كندور 20 مرة هنا، 20 مرة هنا، من بعد ندير بحال هكا الاتجاه الآخر، من بعد نهز بحال هكدا وندور يمين يسار، ونجبد القدام هكا. هكدا غنكون درت 10 حتى 15 دقيقة على درت الحركات كاملين، ومن بعد النفس غنكون سخنت مزيان. من بعد غندير شويه بحال تقويض العضلات، اما على الركابي ديالي، محطوط على الركابي ديالي وكنهبط وكنطلع، اما اللي كيقدر يدير بحال هكا، اللي شويه قوي كثر يهز واحد الرجل ويخدم بحال هكذا، 10 من هنا 10 من هنا، بعد هو خدم 20، يقلب يدير لي زابدو واحد 30 ثانية، من بعد لي كرونش 30 ثانية، من بعد هكذا غيكون دار واحد نص ساعه ديال الحركات. ولو في البلاصه اللي كيصلي فيها، فين ممكن انه يصلي، ممكن يدير الحركات 30 دقيقه. وكما كتشوفوا هنا هنا التنفس ديالي طلع، لان الكارديو خدم. 30 دقيقه ديال الحركات غتحافظ بها على صحتك وتبقى بلياقه جيده مالغري الحظر، مالغري رمضان. كنتمنى لكم الصحه والعافيه، ليكم ولا لمن تحبون. السلام عليكم ورحمه الله.